اسمع العقرب خطر لا تقترب، هالعقرب موجود للمراجل الرجال، هالعقرب في ساحات القتال، هل من منافس؟ اهداء من مؤيد شويش للقائد العقرب، جيش الدفاع الذاتي وقطع. يلا طير هلا 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 بأمك. يلا يلا يا ولد اقعد وانضب، قيادة ما تتجرب، والأسس دفاع الذاتي هارون واسمه العقرب. يلا يلا اقعد يا ولد اقعد، جاك العقرب يحط لك حد، والطبع ويلدغ ما يرحم، حربي فعل بوقت الجد، والله عاطي قوة وحيل، ذيبه يمشي بنص الليل، ولمن يحضر العقرب قالوا جانا العزرائيل. نوبنا هلا هلا بأمك. اسمع شي العقرب خطر لا تقترب يا اهتم.
العقرب يعني رفعت الجلسة لعيون قوات الدفاع الذاتي. العقرب خطر لا تخترم. خطر لا تقترب. اهدا من مويد شويش المايسترو عيسى والشاعر جاسم السنجار. للعقرب يعني جيش الدفاع الذاتي. العقرب في ساحات القتال هل من منافس يعني محتل المراكز الاولى. العقرب وقطع. العقرب خطر لا تقترب. العقرب موجود للمراجل الرجال. العقرب في ساحات القتال هل من منافس. اهداء من مؤيد شويش للقائد العقرب جيش الدفاع الذاتي وقطع. يلا طير